احتضان هذا المؤتمر في تونس هو مهم، ومهم أنه زاد يكون منظم الاتحاد الأفريقي في أرض تونسية، وهذا العمل يحظى في وزارة الخارجية بأولوية قصوى. تعرفوا احنا نرأس لجنة أموال المنهوبة، وهذا في صميم تطور اقتصاديات كل البلدان الأفريقية والقارة الأفريقية، وهذا كان مهم. والملف هذا هو ملف سياسي بامتياز، بل ما يقول تقني ولا مالي، هو نزيف لكل اقتصاد بتاع كل بلد. وحبيت نطالب كل الشركاء أنه يكونوا متعاونين مع تونس ومع كل البلدان الأفريقية أكثر، وما يكونش يتخباوا وراء القوانين وبعض المبادئ باش يخبيوا الحقائق اللي هما عارفينها. والأموال هذه على قد ما فما امتداد لها في كل بلدان، على قد ما هي مرتبطة بما يصير في البلدان المتقدمة الأخرى اللي قسط كبير من الاقتصاد متاعها مبني على هذه الأموال واستغلالها، أما ما يقولوش عليه وما يصرفوش عليه. فكانت فرصة لنا كوزارة الخارجية باش نوصلوا الرسالة السياسية المهمة، وقلنا اللي ما نجمش يكون فما استقلال تام ومتكامل إذا كان موضوع هذا ما يخوش حظه وما ترجعش الأموال الكل وما يقعش تنظيف كل الأموال اللي تدخل وتخرج لكل بلداننا خدمة الاقتصاد متاعنا. هي الأرقام الحقيقة مفزعة، من كل جانب تشوفها مفزعة، ولكن في نفس الوقت هذا نجم يكون خبر إيجابي، يعني نجم البلدان هذه الكل تنتفع أكثر بكثير من الوقت الحاضر لهذه أموالها وهذه دمها. هذا نزيف بالنسبة لكل اقتصاديات متاع البلدان المعنية وفي خدمة بلدان أخرى.